إذن بالعودة إلى استهداف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ينضم إلي عبر سكايب من بيروت أستاذ القانون الدولي طارق شرب. دكتور طارق، مرحبا بك. استهداف جديد يطال هذه المرة القنصلية الإيرانية في دمشق، ويروح ضحيتها أكثر من 8 أشخاص بينهم قيادي بارز في الحرس الثوري الإيراني. هذا التصعيد كيف تقرأه، سيما المستهدف هذه المرة بعثة دبلوماسية؟ للأسف يعني دائما الضربات الإسرائيلية تكون على الأراضي العربية، سواء كانت في لبنان أم في سوريا، دون أن تبادر إلى ضرب الإيرانيين في إيران. وللأسف يكون الرد الإيراني دائما عبر الأراضي العربية، سواء من بيروت أو من جنوب لبنان أو من سوريا، ليدفع الشعب العربي ثمن هذه الردود والمناوشات بين إسرائيل وإيران. بمطلق الأحوال هناك علاقة قوية جدا تربط الولايات المتحدة الأمريكية بإيران وبإسرائيل. الخلاف هو على بعض النقاط الأساسية التي هي ليست جوهرية بحد ذاتها، ولكن ما يجري في غزة من استهداف وإبادة وجرائم ترتكب بحق الشعب الفلسطيني ومحاولات البعض الاستثمار في هذا المجال يبين أن هناك مخطط ما يعمل عليه لتهجير أهالي غزة ولإسكات أي صوت يمكن أن يعارض هذا الموضوع. والإيرانيين يستعملون حزب الله في جنوب لبنان ليقوم ببعض المناوشات، وكان الرد الإيراني واضحا دون، أعتقد أن هذه الضربة هي الثانية أو الثالثة للمواقع الإيرانية القنصلية الإيرانية، بالإضافة إلى ضربات لمئات المواقع العسكرية الإيرانية التي يعمل بها الحرس الثوري وحزب الله، دون أن يكون هناك رد مباشر من إيران، بل يكون الرد عبر المنظمات التابعة لإيران كحزب الله أو الميليشيات الأخرى. طيب، يعني أشرت في بدء حديثك إلى علاقة أمريكا بإيران وإسرائيل في ذات الوقت. أسأل هنا، يعني موقع أكسيوس ذكر أن الجانب الأمريكي أبلغ إيران ونأى بنفسه عن هذه العملية التي طالت قياديين إيرانيين. كيف تقرأ هذا التبرير والنأي الأمريكي بالنفس؟ هل يأتي من بضمن العلاقة التي أشرت إليها، أم خشية على توجيه جهات أخرى باستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة؟ يعني رأينا عندما تم استهداف قاسم سليماني ومن كان معه في بغداد سابقا، كيف أنه عندما ردت إيران عبر من يعمل معها من العراق، كانت بعد ذلك بفترة كانت التسريبات الرسمية للوسائل الإعلام تتحدث عن أن الإيرانيين طلبوا من الأمريكان إخلاء بعض المقرات، وأن الأمريكان قاموا بذلك وقالوا نحن على علم بهذه الضربات من قبل الإيرانيين، ولكن حفاظا على ماء الوجه قمنا بإخلاء بعض المقرات. نفس الأمر الآن يجري في موضوع السفارة أو القنصلية الإيرانية. هناك علاقة تكاملية مهمة جدا بين الولايات المتحدة الأمريكية، وما صرح به المسؤول الأمريكي هو تأكيد لما قلته. إسرائيل هي في النهاية لا تستطيع أن تقوم بأي ضربة عسكرية دون أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية على علم، سواء مباشر أو غير مباشر، وبتنسيق عسكري تام واستخباراتي. ولكن هذه التصريحات الإعلامية كما هي التصريحات الإعلامية السابقة التي شهدناها بعد اغتيال المهندس وقاسم سليماني لتبرير أو لإعطاء نوع من الوهج الإعلامي لمحور المقاومة المسمى ذلك في عدائه لإسرائيل. ما يحصل هو علاقة تكاملية تصاعدية بين إسرائيل، أمريكا، إيران. المستهدف هو المنطقة العربية، وإلا لماذا لا تقوم إسرائيل باستهداف إيران داخل الدولة الإيرانية؟ ولماذا لا يرد الإيرانيين داخل دولة أو ما يسمى الكيان الصهيوني أو دولة إسرائيل؟ هذه هو أكبر دليل على ما نقوله، أن المعركة التي تجري في جنوب لبنان هي مضبوطة بقواعد انضباط أعلن عنها حزب الله وأعلن عنها الإسرائيليين، ومتفقين عليها الطرفين ألا تتوسع، وإنما
ضمن قواعد اشتباك محددة منذ عام 2008 وحتى اللحظة. قواعد الاشتباك هذه هل ممكن أن تكسر يا دكتور بعد العملية الأخيرة التي طالت بعثة دبلوماسية كما تصف طهران عندما يتحدث خامنئي ويهدد بأنه سيجعل إسرائيل تندم أو رئيسي عندما يقول هذه العملية سوف لن تمر دون رد، الرد المتوقع هذه المرة بتقديرك هل سيكسر قواعد الاشتباك التي أشرت إليها؟ أبدا، كما أنه لم يكسر قواعد الاشتباك التي حصلت بعد اغتيال المهندس وقاسم سليماني. أعتقد أن هذه القواعد الاشتباك سوف تستمر بين الطرفين أو بين الأطراف الثلاثة، إيران، إسرائيل، أمريكا، وأخشى أن يكون الرد الإيراني هو على إدلب أو يعني على الشعب السوري وليس على الدولة الصهيونية المحتلة لفلسطين. عبر سكايب من بيروت كنت معي أستاذ القانون الدولي دكتور طارق شرب، شكرا جزيلا لك.